كل عام وانتم بألف خير، عراقنا الغالي والعالم أجمع بسلام وأمان. إن شاء الله العيد القادم يكون بالعراق وينعم بالخيرات والسلام مثل قبل. طبعا العيد بالغربة يختلف عن العيد بالعراق أكيد، لأنه مهما كانت الصداقات جميلة والأجواء تختلف عن لمات الأقارب ولمات الأهل وزيارة الأقارب، زيارة المريض طبعا تختلف بالعراق. إن شاء الله يا ربي يكون العيد القادم كله عيد خير وسلام وأمان للجميع يا رب.